حبيكم. اليوم هنعمل بنطلون البنترس اللي في الصورة ده. هاخد من الصورتين شوية شوية، هاخد النص التحت من الصورة الأولانية والنص الفوق من الصورة الثانية. عندي متر ونص قماش قسمتها النص بالشكل ده، هبدأ أفصل على طول. هبدأ بالضبط من نص القماش، هعمل 30 سنتيمتر لتحت. ما هبدأ من الطرف خالص زي ما شايفين، هبدأ من شوية لتحت شوية من الطرف، وبعدين هعمل الخلف على بعد 10 سنتيمتر بالجنب، هعمل الأمام على بعد 5 سنتيمتر زي ما شايفين. زي ما شايفين في الصورة دي الأمام مختلف شوية من الخلف. بعدين الخلف هأرفع 3 سنتيمتر لفوق، عشان كده قلت لكم ما تبدو من الطرف خالص، عشان يكون عندي مساحة أرفع فيها 3 سنتيمتر. وهأوصل للطرف الثاني زي ما شايفين بخط مائل. انا عملت 35 سنتيمتر للطرف الثاني، انتوا اعملوا محيط الخصر ناقص 10 سنتيمتر على 2. زي ما في الصورة هنزل الامام 1 سنتيمتر لتحت واوصل بخط مائل برضو. عملت للحزام شريطين بعد 10 سنتيمتر. وده شكل التفصيل النهائي. هاخيط الجنبات كلها هم زي ما شايفين في الصورة، هعمل هم زي كده على كل الاطراف. بعد ما خلصت الكفة على كل القطعتين، هاخد الامام مع الامام والخلف مع الخلف، وهاخيط الحردة كده. بعد ما انتهي منها هعمل اطراف زيكزاك ستيتش عشان ما تتفكك زي ما شايفين. الحاجة دي اختيارية. بعدها أبدأ أركب الحزام. أفتح القماشة كده وأركب فيها الحزام بتاعي، نص الحزام مع نص القماشة عشان يطلع بالضبط مساوي الناحيتين. وعندي أكسس أو زيادة عشان أربطها تكون رباط. هأخيط، بعد ما خيطتها هأطويها زي ما شايفين، هأطوي الرؤج جوا، بعدين هأطويها مرة تانية عشان تكون حزام. عشان أثبت الحاجة دي وأخيط بسهولة هأعملها بالمكوى عشان تثبت تمشي معي بسهولة في المكانة. إذا أنتم مبتدئين أنصحكم ما تخلوا الحتة دي. هنا ركبت القطعة دي في الخلف عشان أقدر أميزه بعدين. هأخيط عادي الحزام، نبدأ من الطرف. لما نلف هأنزل الإبرة لآخر حاجة، وبعدين هأرفع الدواسة وألفها، وبعدين أرجع تاني أخيط زي ما شايفين. هنا هأخيط الإبرة على الآخر، أرفع الدواسة وألف وأكمل الطرف. لا تنسوا تعملوا باك ستيتش عشان ما تتفكى، ولا هأكرر نفس الشيء في الناحية الثانية عشان الأمام برضو. ده شكله النهائي زي ما شايفين، مريح وسهل للغاية. من البداية للنهاية المشروع أخذ مني 2 ساعة بالكثير. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، اشتركوا في القناة، شيروه مع أصحابكم، وأشوفكم المرة الجاية. باي باي.